بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا. ونبدأ إن شاء الله بهدي النبوة لنستنبط الدروس والعبر من المواقف النبوية التربوية من حياة سيدنا وحبيبنا رسول الله. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل داء دواء إلا السام. السام اللي هو إيه؟ الموت. اليهود معديين على سيدنا النبي، والسيدة عائشة تجلس معه، فقالوا: السام عليك. طبعا كلمة السام يعني الموت، يدعو على النبي بالموت. فستنا عائشة رضوان الله عليها قالت: بل عليكم السام واللعنة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ده بيدعو عليك يا رسول الله بالموت، وسيدنا النبي يقول للسيدة عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت له: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ مش سامع يا رسول الله قالوا عليك إيه؟ ده بيقولوا: السام عليك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، قلت وعليكم. في بعض الروايات: إنما يستجاب منا ولا يستجاب منهم، يتقبل من رسول الله ولا يتقبل من اليهود. فلما اليهود يمروا على سيدنا النبي ويدعو عليه، سيدة عائشة دفعتها الغير على سيدنا النبي وردت عليهم، قالت: بل عليكم السام واللعنة. فسيدنا النبي قال لها: لا يا عائشة، لا تقولي هذا، كان يكفي أن تقولي وعليكم. الحديث ده بيعلمنا فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع غيرنا ومع أصحاب الأديان الأخرى. ده ربنا يقول في القرآن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لو واحد كافر ملوش دين لا تسبه، لأنك أنت لما تسبه هو هيسب ربنا سبحانه وتعالى، فلا تفعل هذا. وربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي في القرآن عن أوصاف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالحديث بيبين لنا فيه سيدنا النبي إن لكل داء دواء إلا السام اللي هو الموت. ولو واحد شدد علينا في الكلام إحنا نقابله باللين وبالقول الحسن، ومن دعا علينا نقول وعليكم، والله يتقبل من عباده المتقين. نسأل الله أن يستجيب دعاءنا ودعاءكم، اللهم أمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أهلا بحضراتكم معنا، رجعنا لكم تاني ومع آيات الدعاء في القرآن الكريم.
الدعاء بتاع النهاردة ورد ضمن سورة القصص. نقرأ الدعاء معا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. هذا الدعاء الكريم المبارك اللي هو المقطع الأخير في الآية رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير دعا به كليم الله موسى. هذا الدعاء قال علماء التفسير من أراد أن يتزوج فليدعو بهذا الدعاء. أي شاب من الشباب عايز يتزوج وليس معه مال أو الوضع على قد يعني مش قادر يدعو بهذا الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طب ليه العلماء قالوا كده؟ قالوا عشان الآية اللي بعدها على طول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طيب لما راح له سيدنا موسى وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. على طول مدين والد بنتي سيدنا اللي هو شعيب والد البنتين قال لسيدنا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. يعني أنت تشتغل عندي 8 سنين فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. هذا السياق القرآني يبين لنا أن سيدنا موسى لما ورد ماء مدين وجد بنتين عايزين يملوا مية فالبنتين مش قادرين يشيلوا الايه يشيلوا الحاجة اللي هي بيملوا بيها المية والغطاء بتاع البئر. فسيدنا موسى قام قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. يعني سيدنا موسى رفع الغطاء وسقى للبنتين ثم لم يأخذ منهم مكافأة جزاء ما فعل معهما وساعدهما إلا أنه تولى إلى الظل وقال هذه الدعوة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا دعاء مبارك ندعو به إن شاء الله وخصوصا الشباب اللي عايز يتزوج يدعو بهذا الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نسأل الله أن يتقبل. اللهم أمين يا رب العالمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني. خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفتاوى الرمضانية. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا. اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه كيف تصلى صلاة التسابيح في رمضان وما حكمها؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن صلاة التسابيح سنة عن سيدنا رسول الله حتى وإن كان الحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف إلا أنه يعمل به في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال. الحديث إن سيدنا النبي قال لسيدنا العباس يا عم رسول الله ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أمنحك صلاة تصليها في العمر مرة في الشهر مرة في السنة مرة تصلي 4 ركعات يغفر الله لك ذنبك أوله وآخره وسره وعلانيته وقديمه وحديثه وصغيره وكبيره وخطأه وعمده. 10 حاجات يغفر لك ذنبك أوله وآخره وصغيره وكبيره وخطأه وعمده وسره وعلانيته وقديمه وحديثه. ايه هي الصلاة دي؟ 4 ركعات بنصليها تقرأ الفاتحة
وسورة بعد الفاتحة، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع وتقولها 10 مرات، ثم تقوم من الركوع 10 مرات، ثم تسجد تقول 10 مرات، بين السجدتين 10 مرات، تسجد تاني 10 مرات، قبل القيام للركعة الثانية تقولها 10 مرات، يبقى المجموع كام؟ 75. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دول الأربع تسابيح اللي تقولهم في إيه؟ في صلاة التسابيح. تقوم للركعة الثانية تفعل نفس الشيء، تتشاهد التشهد الأول ثم تقول بعد التشهد الأول 10 مرات، ثم تقوم للركعة الثالثة والركعة الرابعة، المجموع 300 تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة. طيب بعض العلماء قال لك ايه 2 و2، على اساس ان صلاة الليل زي ما قال سيدنا النبي صلاة الليل مثنى مثنى، لا مانع انت تصلي ركعتين وتسلم وبعدين تجيب ركعتين وتسلم، واجاز بعض الفقهاء ان تصلى صلاة واحدة بتسليمة واحدة 4 ركعات، في كل ركن هتقول زي ما قلنا 10 مرات، إلا بعد الفاتحة والسورة تقول 15 مرة، والمجموع 300 مرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.